بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر إليكم عن هذا التأخير الذي كان نتيجة سوء تفاهم بيننا وبين المنسقين لهذه الندوة أو لهذه الدورة من حيث الوقت الذي سأعطي فيه هذه المحاضرة. ولا شك بأنني كنت سأعرض لكم أموراً كثيراً، لكن الوقت قد يحكمنا، وعملاً بالقاعدة الفقهية ما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم، خلاص، إذا الوقت مفتوح نتكلم عن كله إذن وليس عن جله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أنزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات الكتاب العزيز تتعاقب على تقرير الأحكام الكلية الجامعة التي تستوعب ما لا ينتهي من الجزئيات، ونجد هذا الأمر واضحاً جلياً من خلال تتبع العديد من الأحكام التي وردت في كتاب الله الكريم، من مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي هي أحكام كلية عامة تستوعب جزئيات كثيرة. ومثل هذا الأمر نجده أيضاً في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أننا تتبعنا السنة النبوية فسنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وردت عنه العديد من جوامع الكلم التي هي أحكام كلية تستوعب جزئيات كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، وقوله: ليس لعرق ظالم حق، وغيرها كثير من جوامع الكلم. ولو أننا تتبعنا معكم القرآن والسنة فسنجد أن بعض الأحكام الكلية العامة قد جاءت بعد بيان أحكام جزئية خاصة. فمثلاً قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، جاء بعد ذكره للمحرمات من المطعومات التي لا يجوز أكلها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قرر لنا حكماً كلياً عاماً يستوعب هذه الجزئيات التي حرمها وغيرها مما لم يذكره في هذه الآية، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. مما يدل على أن المنح الذي مضى عليه القرآن الكريم كان منحا كليا عاما ولم يكن منحا جزئيا خاصا يتناول وقائع محدودة فقط، وإنما يقرر أحكاما عامة ليستوعب ما تناوله من وقائع وليستوعب غيره مما لم يقع بعد. وهذا المنهج الذي مضى عليه القرآن والسنة نجده عند علماء الأمة، فعلماء الأمة قد ترسموا وتمثلوا هذا المنهج القرآني والنبوي، ووردت عنهم العديد من الأحكام الكلية الجامعة التي عرفت فيما بعد باسم القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ولو أننا نظرنا في العطاء الفقهي والأصولي الذي تركه لنا سلفنا رضوان الله تعالى عنهم فسنجد أنه كان يمضي في اتجاهين اثنين. أما الاتجاه الأول فكان في تفريع المسائل وبيان حكم الوقائع والنوازل والمستجدات التي كانت تواجه الناس في حياتهم، وهذا نجده في كتب الفقه الكثيرة التي تركها لنا علماء الأمة، فكله بحث في أحكام عملية فرعية تتعلق بأعمال المكلفين. وأما الاتجاه الثاني الذي مضى عليه العلماء فكان صياغة القواعد ووضع الأصول وبيان الكليات التي تستغرق ما لا ينتهي من الجزئيات، وهذا هو
القواعد التي سنتحدث عنها. فجهودهم كانت تمضي في اتجاه التفريع وفي اتجاه التقعيد. التفريع يعني بيان حكم المسائل، والتقعيد يعني وضع الأحكام الكلية الجامعة. ولقد أشار إلى هذا المعنى الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق بقوله: فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم. والقسم الثاني من هذه الأصول قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى. وقد تضافرت علماء الأمة على بيان أهمية هذه القواعد وفضلها ومكانتها، حتى قال الإمام القرافي: كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء. وقال: الفقيه من كانت القواعد والنصوص معه أظهر. ومن هنا أتت هذه المحاضرة للتعريف ببعض هذه القواعد، وهي القواعد الفقهية، وسيكون مخطط المحاضرة وفق الأقسام أو المطالب التي أمامكم. سنتحدث أولاً عن تعريف القاعدة الفقهية، ثم علاقة القاعدة الفقهية بالمصطلحات القريبة والمشابهة مثل القاعدة الأصولية والضابط الفقهي والنظرية الفقهية، ثم أركان القاعدة الفقهية، وبعدها عناصر القاعدة الفقهية، ثم أهمية القاعدة الفقهية، وننتهي بمصادر القاعدة الفقهية. القاعدة تعريفها: القاعدة لغة هي أصل الشيء وأساسه، وهذا هو المعنى الأكثر ظهوراً من معانيها اللغوية، ومنه قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، بمعنى من أسس، يعني اجتثهم اجتثاثاً كأن لم يكونوا. وقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالقواعد هنا جمع قاعدة، والمقصود بها أسس البيت. وأما القاعدة اصطلاحاً، ولاحظوا هنا أنني أعرف القاعدة بشكل عام، ولا أقصد القاعدة الفقهية، وإنما كل قاعدة، لأن القاعدة قد تكون فقهية، وقد تكون لغوية، وقد تكون عرفية، وقد تكون عادية، وقد تكون حسية. أنا أتحدث هنا عن القاعدة بشكل عام، ولم آتي بعد إلى القاعدة الفقهية. القاعدة اصطلاحاً يعرفها الإمام ابن السبكي بأنها أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، يعني من القاعدة. هذا التعريف لا يختص بالقواعد الفقهية فقط، وإنما يتناول جميع أنواع القواعد وأقسامها اللغوية والعرفية والرياضية. مثلا لما نقول الفاعل مرفوع هو أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، لما نقول المفعول به منصوب هو أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، لما نقول الأمور بمقاصدها أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة. فإذا هذا هو التعريف العام لكل قاعدة. ومن خلال هذا التعريف يظهر لنا أمران، وهذان الأمران هما خصيصتان لكل قاعدة. الأمر الأول أن القاعدة لا بد أن تكون حكما كليا، ومعنى كلي أنه ينطبق على جميع أفراده وجزئياته التي تتضمن معناه. فمثلا أنا عندما أقول في القاعدة النحوية
الفاعل مرفوع، فهذه القاعدة تنطبق على كل فاعل. جاء محمد، أقول جاء محمد. ليش؟ لأن محمد فاعل والفاعل مرفوع. لما أقول جاء أو حضر سعيد، أقول سعيد مرفوع لأنه فاعل والفاعل مرفوع، وهكذا. فإذا كلية القاعدة معناها أن تنطبق على جميع الأفراد التي تتضمن معناها، دون أن تكون مختصة بطائفة دون طائفة أو واقعة دون واقعة. وهذا هو أمر أساسي في كل قاعدة، لابد أن تكون كلية، بمعنى استغراقها واستيعابها وشمولها لجميع الأفراد. كذلك لما أقول في القاعدة الفقهية إذا تعارضت مفسدتان روعيت أعظمهما بارتكاب أخفهما، فهذا حكم كلي يتناول كل مفسدتين بتتعارض، ولا أستطيع أن أدفعهما معا، فأرتكب المفسدة الصغرى لأدفع المفسدة الكبرى. كذلك لما أقول الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، فهذه قاعدة لأنها حكم كلي يستغرق كل أمر من الأوامر الشرعية، أتى مجرداً عن القرائن فدلني على الوجوب، وهكذا هو الحال في كل قاعدة. هذا هو العنصر الأول أو الخاصية الأولى. الخاصية الثانية في كل قاعدة هي أن وظيفة القاعدة تخريج أحكام الجزئيات على وفقها، وهذه ثمرة كلية القاعدة. فما دامت القاعدة كلية فثمرتها أن تتخرج أحكام الفروع والجزئيات على وفق هذا المعنى الكلي الذي عبرت عنه القاعدة. ولنأخذ مثلا القاعدة التي أمامكم، المباشر ضامن وإن لم يتعمد. معنى هذه القاعدة أن من باشر إيقاع ضرر بالآخر فعليه أن يضمن هذا الضرر حتى ولو كان غير متعمد له، يعني سواء أكان متعمداً أم كان مخطئاً. هذه القاعدة هي حكم كلي، وعرفنا إيش معنى الكلية. الآن ما هي فائدتها؟ فائدتها أنني أفرع أحكام الجزئيات على وفقها، على وفق هذا المعنى الكلي. ولننظر إلى التفريع. مثلاً لو زلق إنسان، إحنا بنقول عندنا ببلادنا زحلق، لو زلق إنسان فوقع على مال غيره فأتلفه فإنه يضمن حتى ولو كان مخطئا. ليش؟ لأنه باشر إيقاع الضرر بالغير ولو كان غير متعمد، إذن يكون ضامنا لهذا المال بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. اثنين، لو أتلف مال غيره يظنه ماله، فكروا أنه ماله، فتبين بأنه ليس ماله وإنما مال غيره، فإنه يضمن لأن المباشر يضمن وإن لم يتعمد. ثلاثة، لو انقلب النائم على مال غيره فأتلفه فإنه يضمن حتى ولو كان غير متعمد، لأن المباشر ضامن وإن لم يكن متعمدا. ومن تطبيقاتها المعاصرة، لو كان السائق يقود سيارته فاصطدم بسيارة غيره الواقفة ولم يكن قاصدا لهذا الاصطدام، خطأ أو سهوا أو غفلة، فإنه يضمن لأن المباشر ضامن وإن لم يكن متعمدا. هذه هي وظيفة القاعدة في تخريج أحكام الجزئيات على وفق هذا المعنى الكلي العام الذي تضمنه. وهذا الأمر ليس فقط في القواعد الفقهية وإنما يشمل كل قاعدة. فإذا عرفنا معنى القاعدة عموما فإننا ننتقل إلى معنى القاعدة الفقهية على وجه الخصوص. للعلماء السابقين والمعاصرين تعريفات كثيرة للقاعدة الفقهية، لا أريد أن أخوض فيها كثيرا لأن هذا يدعو إلى التوسع اللي لا تترتب عليه أحيانا فوائد كثيرة. منها مثلا تعريف الشيخ مصطفى الزرقة: أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عملية في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. ومنها تعريف الدكتور علي الندوي:
حكم شرعي في قضية أغلبية تعرف أو يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. وتعريف الدكتور محمد الروكي: حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. وتعريف أستاذنا الدكتور يعقوب الباح حسين اللي ألقى المحاضرة قبل قليل وهو من أجود التعاريف وأفضلها وأدقها، قوله: قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية. ولكنني اخترت هذا التعريف، وأعرف أنه قد ترد عليه بعض الملاحظات، ولكنني اخترته لسهولته ويسره، ولأنه يبسط لنا مفهوم القاعدة الفقهية ويقربها لنا. فقلت: القاعدة الفقهية هي حكم شرعي عملي كلي تتخرج عليه أحكام الوقائع التي تتضمن معناه. فأنا لما أقول مثلا: اليقين لا يزول بالشك، هذا حكم شرعي عملي. لما أقول: المشقة تجلب التيسير، حكم شرعي عملي. القواعد الخمسة اللي نظموها خمس محررات قواعد مذهب للشافعي: فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، يعني اليقين لا يزول بالشك، والنية تخلص إن أردت أجورا، الأمور بمقاصدها ولا ثواب إلا بنية. هاي كلها عبارة عن أحكام شرعية. الآن هذا التعريف نشرح شرحا يسيرا. لما أقول حكم شرعي، إذا خرجت عندنا الأحكام غير الشرعية. ليش في أحكام غير شرعية؟ نعم، قد يكون الحكم حكم عادي، وقد يكون حسيا. لما أقول مثلا النار محرقة، هذا حكم إيش؟ حسي. حكم عقلي. لما أقول الاثنان أكثر من الواحد، هذا حكم عقلي. بحثي في القواعد الفقهية هو في الحكم الشرعي، والقاعدة الفقهية هي حكم شرعي. ثم قلت بأنه حكم شرعي كلي، وقد عرفنا معنى الكلية، وأنها تعني أن هذا الحكم يستغرق ويستوعب جميع الجزئيات التي تتضمن معناه. ثم قلت: تتخرج عليه أحكام الوقائع التي تتضمن معناه. فمثلا لو أخذنا قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، نجد أنها بتتخرج عليها كثير من أحكام المسائل، منها مسائل قديمة ذكرها العلماء، ومنها مسائل معاصرة. مثلا تجويز أخذ الأجرة على الطاعات، مثلا من كان إماما أو مؤذنا، في عندنا أئمة ومؤذنين، الفقهاء السابقون في بعضهم يتحفظ على قضية أخذ الأجرة على الطاعات، وهناك خلاف فقهي في هذه المسألة، وعلماء آخرون قالوا بجواز ذلك بناء على قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، من جهة أننا لو تركنا هذه الطاعات دون أن يكون هناك من يأخذ أجرا عليها، فإنها لن تقوم هذه الطاعات في المجتمع، لن نجد أئمة يصلون بالناس، ومؤذنين يؤذنون، ومن يعلم القرآن، وهكذا. فلذلك قالوا بجوازها من باب ارتكاب المفسدة الأقل لدفع مفسدة أعظم. يعني مثال أوردوه على ذلك: جواز شق بطن الأم الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. شق بطن الميتة مفسدة، ولكنه جاز لدفع مفسدة أعظم. مثلا من تطبيقاتها المعاصرة التي ذكرها بعض العلماء المعاصرين: جواز إجراء عمليات نقل الأعضاء وفق ضوابط معينة، ليس على إطلاقها وإنما مضبوطة بشروط معينة، جواز نقل الأعضاء وإجراء العمليات الجراحية في نقل الأعضاء من أجل الحفاظ على سلامة الأحياء. ففي نقل الأعضاء مفسدة، ولكن هذه المفسدة قد ارتكبت لدفع مفسدة أعظم. جواز التشريح الجثماني إذا دعت إليه ضرورة أمنية أو حاجة طبية. يعني عمليات التشريح، واحد توفي ولم يعرف سبب وفاته، فيجوز تشريحه لمعرفة سبب الوفاة رغم أن في ذلك مفسدة
ولكن هذه المفسدة قد ارتكبت لدرء ودفع مفسدة أعظم. هذه هي القاعدة الفقهية من حيث معناها ومدلولها. ننتقل الآن إلى المطلب الثاني، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات القريبة والمشابهة. لما نقول القاعدة الفقهية ترد عندنا مصطلحات أخرى، مثل أن نقول القاعدة الأصولية، الضابط الفقهي، النظرية الفقهية. عندنا أيضا مصطلحات أخرى لن أتعرض لها لأنها ستأتي إليكم إن شاء الله في المحاضرات القادمة، الأشباه والنظائر. فما هي العلاقة بين القاعدة الفقهية من جهة وبين هذه المصطلحات القريبة والمشابهة من جهة أخرى؟ نبدأ أولا بالقاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية كما عرفنا هي حكم شرعي تتفرع عليه جزئيات كثيرة. أما القاعدة الأصولية فهي عبارة عن حكم كلي استدلالي يتوصل به إلى استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي. مثلا أن أقول العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، النهي يدل على التحريم. هذه قواعد يسميها العلماء قواعد أصولية. تختلف القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية من حيث الحقيقة. القاعدة الفقهية حكم شرعي عملي، أما القاعدة الأصولية فهي حكم كلي استدلالي، يعني غايته أن أتوصل به إلى استنباط الحكم الشرعي العملي. ونضرب لكم على ذلك مثالا. القاعدة الأصولية بتقول لنا العام يبقى على عمومه حتى يرد ما إيش؟ ما يخصصه. طيب هذه قاعدة أصولية، لاحظوا كيف أنني في القاعدة الأصولية أتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية. جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الآن القاعدة الأصولية تقول لي العام يبقى على عمومه، إذن لا تبطلوا أعمالكم، إذن كل أعمالكم لا يجوز إبطالها، بما فيها إذا دخلت في عبادة وتلبست في عبادة فريضة كانت أم نافلة فلا يجوز إبطالها. من خلال هذه القاعدة الأصولية العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه أستنبط قاعدة فقهية، هي أن التلبس بالعبادة ماذا قلت؟ يوجب إتمامها. ليش؟ عملا بقولنا العام يبقى على عمومه، وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم لفظ عام يتناول جميع الأعمال، عبادات كانت أم غير ذلك، فاستخلصت من ذلك أن التلبس بالعبادة يوجب إتمامها. لاحظوا كيف أن القاعدة الأصولية توصلت بها إلى حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هنا كان قاعدة فقهية. إذن اختلفتا أولا من حيث الحقيقة، هذه حقيقتها تختلف عن تلك. فرق آخر وهو ثمرة لهذا الفرق من حيث الأسبقية. لو سألتكم بناء على اللي حكيته قبل قليل يا ترى أيهما سيكون أسبق في الوجود الذهني، الأصولية ولا الفقهية؟ الأصولية، لأنني بالأصولية أتوصل إلى الفقهية، أصل إلى الفقهية من خلال القاعدة الأصولية، فلا بد أن تكون القاعدة الأصولية إذن أسبق، القاعدة الأصولية أسبق من القاعدة الفقهية، لأن الارتباط بهما كالارتباط بين الدليل والمدلول. هناك فرق ثالث، وهذا الفرق ليس عند جميع العلماء لكن ذكره بعض العلماء، وقد
قابل للمناقشة، يعني أنا سأعرضه لكم لكنه قابل للمناقشة، وأحيلكم على كتاب الدكتور يعقوب الباحسين تكلم حول هذه القضية باستطراد. من حيث الحجية، قالوا إن القاعدة الفقهية ليست في قوة ودليلية وحجية القاعدة الأصولية. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية ترد عليها الكثير من الاستثناءات التي توهن من كليتها وقوتها، فلا أستطيع أن أطبقها على أي جزئية إلا بعد أن أتحقق أن هذه الجزئية ليست من استثناءات القاعدة. وبناء عليه قالوا إن عموم القاعدة الفقهية عموم أغلبي لكثرة الاستثناءات التي ترد عليها. أما القاعدة الأصولية فقالوا إن القاعدة الأصولية حجة ودليل، وألجأوا إليها لاستنباط الأحكام الشرعية دون وجل ولا تردد، لأن عمومها ليس أغلبياً وإنما كلي. لماذا اعتبرت القاعدة الفقهية عمومها أغلبي؟ قالوا لكثرة الاستثناءات التي ترد عليها. أما القاعدة الأصولية فلا ترد عليها الاستثناءات، فمن هنا قالوا إذن القاعدة الأصولية حجة، أما القاعدة الفقهية فلا تعتبر حجة إلا بعض القواعد فقط، مثل الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما، والمشقة تجلب التيسير. أما ما عدا ذلك من القواعد الأخرى فلا أستطيع أن أستند إليها للتوصل إلى الحكم الشرعي. طبعا هذا الكلام قلت لكم بأنه ليس مسلما به على إطلاقه، لكن أوردته لكم كبعض الفروق التي ذكرها البعض بين القواعد الفقهية والأصولية، ولكن الأمر يحتاج إلى تحرير أكثر. في نفس الوقت اللي بنقول فيه هناك فرق بين القواعد الفقهية والأصولية، لابد أن نشير إلى أن هناك بعض القواعد اللي بتحقق فيها الوصفان معا، أي أنها قاعدة فقهية وفي نفس الوقت قاعدة أصولية. مثلا لما أقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة فقهية وقاعدة أصولية. قواعد الموازنة بين المفاسد المتعارضة والمصالح المتعارضة والمفاسد المتعارضة والمفاسد والمصالح المتعارضة، هذه أيضا قواعد أصولية وفقهية في آن واحد، واجتمع فيها الوصفان، فنستطيع أن نقول إنها قاعدة فقهية وقاعدة أصولية. الأمر الثاني في التفريق بين القاعدة الفقهية وما يمكن أن يتشابه معها، التفريق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. مصطلح النظرية الفقهية من المصطلحات المعاصرة التي لم يتناولها العلماء السابقون بالمعنى الذي يتحدث عنه العلماء المعاصرون، وقد تولد هذا المعنى في الدراسات الفقهية المعاصرة من جراء المقارنة ما بين المباحث الفقهية من جهة والمباحث القانونية من جهة أخرى. فعندما يبحثون مثلا العقد يقولون نظرية العقد بين الشريعة والقانون، نظرية الملكية بين الشريعة والقانون. أما فقهاؤنا السابقون فكان تعبيرهم عن هذا الأمر من خلال قولهم كتاب البيع، كتاب النكاح، كتاب الرضاع، كتاب الطهارة، كتاب الحج، كتاب النفقات، وهكذا. ولم يعبروا بمصطلح نظرية البيع في الفقه الإسلامي. فما المقصود بالنظرية؟ من التعريفات للنظرية بأنها التصور المجرد لموضوع فقهي عام يتناول بحث أركانه وشروطه والقواعد العامة الضابطة للأحكام الفرعية المتعلقة بذلك الموضوع الفقهي العام. كأن أقول مثلا نظرية الملكية في الشريعة الإسلامية، فأبحث بذلك معنى الملكية وشروط الملكية وأنواع الملكية وجميع القواعد التي تتعلق بالملكية، ثم أبحث بعض المسائل الفرعية المتعلقة بموضوع الملكية، وهكذا. نظرية الباعث في الفقه الإسلامي، الباعث يعني النية والمقصد،
ما أثرها على العقود والتصرفات؟ فأبحثوا في معنى الباعث، ثم متى يعتد بالباعث ومتى لا يعتد به، شروطه، القواعد الفقهية التي تتفرع عنه، وهكذا. هذا هو المقصود العام للنظرية الفقهية، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، نظرية العرف في الفقه الإسلامي، نظريات كثيرة صارت هي المتداولة الآن في المصطلحات المعاصرة. ما الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية؟ نستطيع أن نضع عدة فروق. الفرق الأول من حيث الحقيقة، هذا ثانيا، في أولا يبدو غير موجود. من حيث الحقيقة، لما أقول أنا نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الباعث، هل ترون أنني أعبر عن حكم شرعي عملي؟ بينما لما أقول اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، ألا ترون أن هناك حكما شرعيا؟ فإذا حقيقة النظرية تختلف عن حقيقة القاعدة. القاعدة حكم شرعي، أما النظرية فهي في الغالب ليست حكما شرعيا، وإنما هي موضوع عام. موضوعنا ما هو العام؟ ولم أقرر حكما معينا، وتحت هذا الموضوع تندرج عندي أحكام كثيرة. أما القاعدة الفقهية فتعبر عن حكم شرعي واحد. إذن هذا هو الفرق الأول من حيث الحقيقة. ثانياً، من حيث الاتساع والعموم، إن النظرية الفقهية أوسع من القاعدة الفقهية، لأن النظرية الفقهية تستتبع دراسة جميع القواعد اللي بتتعلق بهذه النظرية. فأنا لما أبحث مثلاً نظرية التعسف في استخدام الحق، هذه النظرية من النظريات الفقهية، ولها أصولها في عطاء علمائنا في كتب الفقه المختلفة. لما أدرسها أدرس معها كل القواعد اللي إلها علاقة بهذه النظرية، مثل قواعد الضرر يزال، وإذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وغير ذلك. لما أبحث مثلاً نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، أبحث جميع القواعد الفقهية التي تتعلق بالضمان، مثل قاعدة المباشر ضامن وإن لم يكن متعمداً، اللي ذكرناها قبل قليل. إذا اجتمع المباشر مع المتعمد، إذا اجتمع المباشر مع المتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. الخراج بالضمان، الغرم بالغنم، جناية العجماء جبار، المفرط ضامن، إلى غير ذلك من القواعد الكثيرة التي هي ذات صلة بموضوع النظرية. ومن هنا كانت النظرية أكثر اتساعاً وشمولاً من القاعدة الفقهية. المصطلح الثالث هو مصطلح الضابط الفقهي. الضابط الفقهي يمكن تعريفه بما عرفه به الإمام ابن السبكي بقوله حكم كلي يختص بباب من أبواب الفقه تندرج تحته جزئيات كثيرة. مثال ذلك قولنا مثلا من جاز تصرفه فيما يوكل به جاز توكيله وجاز وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته. إن الوصية للموجود صحيحة وللمعدوم باطلة. إن الدينين إذا اتفقا جنسا ووصفا أحدهما للرجل على صاحبه والآخر لصاحبه عليه وقعت المقاصة بينهما. هذه أحكام كلية، ولكنها كما ترون تختص بباب من أبواب الفقه. فالأول يختص بأي باب من الأبواب؟ بباب الوكالة، والثاني الوصية، والثالث بالمقاصة، أحكام المقاصة، باب من أبواب الفقه. طبعا هذا الآن صارت تدخل تحت أحكام الدين في الفقه الإسلامي.
الآن هذه الأحكام الكلية العامة تختص بباب من أبواب الفقه، بينما القاعدة الفقهية لا تختص بباب من أبواب الفقه، وإنما هي تشتمل على أكثر من باب. فأنا لما أجي وأقول المشقة تجلب التيسير، والتابع تابع، والأقل تبع للأكثر وغيرها، هذه ليست خاصة بباب من أبواب الفقه، وإنما تتسع لتشمل جزئيات في أبواب كثيرة. فالفرق بين الضابط والقاعدة إذن هو من حيث العموم، القاعدة أكثر عموماً واتساعاً من الضابط الفقهي. إذا عرفنا ذلك فنأتي الآن إلى التطبيق العملي، وأمامكم مجموعة من الأحكام الكلية، بعضها قواعد فقهية وبعضها ضوابط فقهية وبعضها قواعد أصولية، لنحدد إلى أي زمرة تنتمي هذه الأحكام. يلا نبدأ بالأولى، هاي من باب القاعدة الأقربون أولى بالمعروف. نعم طيب أحسنت، قاعدة أصولية. نعم الثانية، لا على الصوت، كل ماء أحد، تمام. هل نعتبرها قاعدة ولا ضابط؟ هل تراها بأنها تتسع لأكثر من باب من أبواب الفقه ولا خاصة بباب واحد؟ أها إذن ضابط فقهي. يلا للثالثة. طيب الثالثة وهي الأقل تبع للأكثر، فقهية ضابط نظرية، قاعدة، قاعدة الأقل تبع للأكثر. نعم الرابعة، فإنه نعم ويبطل إن وقع، قاعدة، نعم قاعدة فقهية لأنها ليست كما ترون مختصة بباب واحد. طيب ممكن أن نجعلها نظرية، لكن بهذه الصيغة تعتبرها قاعدة، لأننا كما ذكرنا النظرية هي عبارة عن موضوع عام، موضوع عام ببحث أركانه وشروطه، وليست نظرية. نعم لا قاعدة فقهية، الأقل تبع للأكثر قاعدة فقهية. طيب أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، اللي قبلها يلا قاعدة أصولية. نعم طيب كل ما أمكن أو أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، ضابط فقهي. طيب كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، ضابط فقهي. نعم يحمل المطلق على المقيد، قاعدة أصولية. مش عارف الأخير شايفين ولا مش شايفين؟ احنا بدنا اياكم تشتركوا معنا. طيب الاصل ان تزول الاحكام، ركب نظارات انا شو لي علاقه، الاصل ان تزول الاحكام بزوال عللها، قاعده اصوليه، الاصل ان تزول الاحكام بزوال عللها. طيب المؤذي طبعا يقتل شرعا، المؤذي المقصود بالحيوان المؤذي، مش تفكروها البشر كمان، روح تطبقوا القاعدة الفقهية عليهم، قاعدة ولا ضابط؟ المؤذي طبعا يقتل شرعا، ضابط فقهي. نعم طيب المنع أسهل من الرفع، قاعدة فقهية، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، ضابط فقهي. يحمل العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، قاعدة أصولية. أحسنت شكي هيتا أولا بحب نكمل. طيب بهذا نكون قد تبينا معنى القاعدة الفقهية وما له علاقة بالقاعدة الفقهية. وهذا الشيء اللي أنا بقولكم إياه لابد أن أذكركم بأنه تقريبي، يعني
ما فيش إشي اسمه أبيض وأسود في هذه القضية. فأحياناً بعض الأحكام الكلية قد تشترك في أن تكون يعني ضابطاً أو مترددة بين الأمرين، وأمور تكون واضحة بأنها ضابط أو قاعدة. نعم. نعم ممكن أن تكون هناك غير ذلك، يعني أنا ذكرت لك بعض الأمثلة، الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد، أحياناً مثلاً قاعدة ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، يعني يمكن أن تكون فقهية وأصولية في نفس الوقت. ولكن هذا الشيء التقريبي اللي ذكرت لكم إياه. القاعدة الفقهية لها أركانها، يعني أجزاء أساسية لا تقوم إلا بها، وهذا الموضوع لم يتعرض له العلماء السابقون الذين بحثوا في كتب الذين بحثوا في القواعد الفقهية. فلو رجعنا إلى كتب القواعد الفقهية من تأسيس النظر والفروق والقواعد لابن السبكي والعلائي وأشباه والنظائر لسيوطي وابن نجيم ومن قبلهم ابن السبكي، لن نجد أنه قد بحث شيء اسمه أركان القاعدة الفقهية. وأول من أشار إلى هذا الموضوع في حدود ما اطلعت عليه هو الأستاذ الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه القيم القواعد الفقهية، وقد انتهى إلى أن القاعدة الفقهية تتكون من ركنين. الركن الأول هو المحكوم عليه وهو الذي يقع عليه الحكم، والركن الثاني هو الحكم. فمثلا أنا لما أقول الضرر يزال، القاعدة تتكون من ركنين، الركن الأول هو الضرر وهو المحكوم عليه، والركن الثاني هو الحكم وهو إزالة الضرر. أحسنت، ممتاز. والحقيقة هذه قضية لأنها متكونة من موضوع ومن محمول، فنستطيع أن نقول بأن المحكوم عليه هو موضوع القاعدة وأن الحكم هو محمول القاعدة. ولكن هذا التعبير الموضوع والمحمول هو تعبير المناطقة، فأنا ما أحببت أن أدخلكم في المصطلحات المنطقية، ولكن في هناك مصطلحات عند المناطق اللي هي الموضوع والمحمول، ومن الموضوع والمحمول تتكون القضية. هذه بدها دورة ثانية، نعمل دورة ثانية في علم المنطق. نفس الشيء نستطيع بدل ما نقول موضوع ومحمول، أحببت أن أعبر لكم بالتعبير الشرعي الفقهي وهو المحكوم عليه والحكم. فالقاعدة تتكون من محكوم عليه ومن حكم. فلما أقول المباشر ضامن، وين المحكوم عليه؟ المباشر. وين الحكم؟ الضمان. طيب لما أقول المشقة تجلب التيسير، وين المحكوم عليه؟ المشقة. وين الحكم؟ إثبات التيسير لها. طيب لما أقول اليقين لا يزول بالشك، وين المحكوم عليه؟ اليقين. وين الحكم؟ عدم إزالته بالشك. وهكذا في كل قاعدة ركنان، محكوم عليه وحكم، أو محمول وموضوع. طيب المطلب قبل الأخير أو قبل الأخير هو خصائص القاعدة الفقهية، أو نستطيع أن نقول يعني صفات القاعدة الفقهية، يعني إيش الصفات اللي يجب أنها تتحلى فيها. عرفنا بأنها القاعدة الفقهية حكم شرعي، طب هذا الحكم الشرعي بماذا يجب أن يتسم وأن يختص وأن يتصف؟ أول صفة من صفات هذا الحكم الاستيعاب والعموم، وعرفنا بأن الاستيعاب والعموم اللي هو الكلية، يعني لابد أن يكون هذا الحكم حكما كليا، يعني يتناول جميع جزئيات. مثلا لو أخذنا قاعدة الضرر يزال، تتخرج عليها عشرات الأمثلة والمسائل. مثلا لو انتهت مدة الأرض، إيجارة الأرض الزراعية، وما زالت هذه الأرض عند
المزارع اللي استأجرها وبعد ما حصد الزرع. الآن ما دام المدة قد انتهت فعليه أن يخلي بينها وبين صاحبها، ولكن في ذلك ضرر، والضرر فكيف نزيل الضرر؟ نمدد الأجرة إلى أن يستحصد الزرع بأجرة مثلها خلال هذه المدة، فنكون قد رفعنا الضرر عن من؟ عن المزارع، ورفعنا الضرر أيضا عن المؤجر. مثال آخر، لو باع شيئا يتسارع إليه الفساد مثل الفواكه والخضروات ولم يقبضه المشتري ولم يدفع ثمنه، عقد البيع قد تم لأن العقد يتم بالإيجاب والقبول، وأصبح هذه الفواكه ملكا لمن؟ للمشتري، وما دامت ملكا للمشتري لا يجوز للبائع أن يتصرف بها، ولكن المشتري لم يتسلمها وتأخر في تسلمها إلى أن خشي البائع من هلاكها وفواتها وهو لم يقبض ثمنها، فإنه يجوز له أن يبيعها وأن يقبض ثمنها وأن يفسخ البيع بينه وبين المشتري. لماذا؟ لأن الضرر يزال. إذن هذا معنى قولي أن القاعدة الفقهية حكم كلي. الخاصية الثانية من خصائص القاعدة الفقهية التجريد، ومعنى التجريد أنها لا تتعلق بواقعة خاصة أو بجزئية خاصة. انظروا معي إلى هذه الأحكام الثلاثة، هي أحكام كلية يعني فيها عنصر الاستيعاب والعموم، ولكنها ليست مجردة بمعنى أنها أحكام قد تعلقت بجزئيات خاصة. مثلا لما نقول من استعار عارية فأضاعها تفريطا ضمنها، حكم كل من استعار عارية فإنه يضمنها. لما نأتي ونقول من استأجر عينا فأضاعها بتفريطه ضمنها، أو من أضاع وديعة بتفريط ضمنها، نجد أن الحكم الأول متعلق بالعارية وفي الثانية بالوديعة وفي الثالثة بالإجارة، ولكننا نستطيع أن نجرد هذه الأحكام الثلاثة وأن نجعلها قاعدة مجردة بأن نقول المفرط ضامن، وبالتالي تجعل هذه الثلاثة تصبح جزئيات لهذه القاعدة. فهذا المقصود بقولي التجريد، وأنها ليست مختصة بواقعة محددة. الخاصية الثالثة للقاعدة الفقهية هي إحكام الصياغة، ومعنى إحكام الصياغة أن تكون صياغتها وبنيتها اللفظية بنية موجزة ومحكمة، ليس فيها إطالة ولا استطراد ولا ركاكة وضعف وتفكك، وهذا ما عبر عنه الشيخ مصطفى الزرقاء. وأعطيكم بعض الأمثلة على نماذج مختارة لأحكام كلية، ولكنها لا يصح أن نقول بأنها قاعدة لأنه ما فيش فيها عنصر إحكام الصياغة والإيجاز. اقرأ لنا النص الأول. تمام. نعم. 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 تمام. القاعدة الثانية. نعم. نعم. أخفهما. تمام. من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها؟ كما ترون هذه أحكام، وهي أحكام كلية ولكنها ليست محكمة الصياغة، فمن هذا الباب لا تعتبر قواعد فقهية، وهناك العديد من هذا القبيل في كتب القواعد الفقهية فلا نستطيع أن نعتبرها قواعد فقهية وفق المعنى الدقيق للقاعدة.
ولكن لنأخذ معكم نماذج أخرى لقواعد تحقق فيها عنصر الإيجاز وإحكام الصياغة. يلا يا شيخ. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؟ اللي جنبه؟ تمام تمام بطل بزواله. نعم تمام. لا لا مساغة. الكتاب كالخطاب. لاحظوا الفرق بين النماذج السابقة التي لم يتحقق فيها عنصر الإيجاز وبين القواعد هذه التي تحقق فيها عنصر الإيجاز. من خصائص القاعدة الفقهية أيضاً أن تكون حكماً باتاً غير متردد فيه، يعني لا يجوز أن يكون فيه الحكم ميوعة أو رخاوة، لأن الأحكام لا تكتسب صفة الهيبة والامتثال إلا إذا كانت باتة وجازمة. أما إذا كان فيها تردد وقلق فإنها لن تنفع. ومن هنا في هناك كثير من العبارات اللي ما نستطيعش أن نقول بأنها قواعد فقهية، لكن نستطيع أن نقول إنها نواة لتشكيل قواعد فقهية. مثلا لما نجي نقول هل العبرة للحال أو المآل، بهذه الصيغة ليست قاعدة، لكن لو إجيت وقلت العبرة للحال شو صارت؟ العبرة للمآل صارت قاعدة. مثلا هل الدوام كالابتداء أو لا؟ ليس فيها البت والبت. إذا بطل العموم هل يبقى الخصوص؟ إذا بطل العموم هل يبقى الخصوص؟ بينما إذا قلت إذا بطل العموم بطل الخصوص، أو إذا بطل العموم بقي الخصوص. نعم صارت قاعدة. أخيرا يجب أن يكون الحكم في القاعدة حكما شرعيا عمليا، كما ذكرنا في البداية بأن القاعدة تعبر عن حكم شرعي عملي، يعني يتعلق بأعمال المكلفين مثل القواعد اللي ذكرناها سابقا. وهذه القاعدة إذا كانت حكما شرعيا عمليا فمصدرها الشرع. الحقيقة بجزء الوقت الآن ضاق بنا مشان صلاة العشاء ولا طيب ماشي. فائدة دراسة القواعد الفقهية، يعني لماذا ندرس القاعدة الفقهية؟ أول هذه الفوائد هو الضبط والجمع والتحديد والإلمام بالفروع الفقهية الكثيرة. فالفروع والمسائل الفقهية أكثر من أن تعد وتحصى. ولو أخذنا معكم عبارة الإمام البابرتي وهو أحد فقهاء الحنفية في عدد فروع مسائل الفقه الحنفي فقط، ماذا يقول؟ قيل ما وضعه أصحابنا في المسائل الفقهية هو 1000000، يعني 1000000 و100000 و70000 ونجد مسألة. طب خذوا كمان مسائل الفقه المالكي والشافعي والحنبلي وهكذا، كم سيكون عندنا من المسائل؟ فمن الذي يستطيع أن يستوعب هذه المسائل كلها؟ إن القواعد الفقهية من شأنها أن تيسر دراسة هذه الفروع والمسائل والجزئيات الفقهية، وأن تختزل هذه الآلاف بعشرات القواعد، وتنظم لك دراستها والإلمام بها والاطلاع عليها، لأنه من المستحيل أن تستوعب وتطلع وتتناول دراسة هذه الآلاف كلها. ومن هنا قال الإمام القرافي من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها بالكلية. الأمر الثاني أنه القواعد الفقهية تكشف لنا عن مقاصد التشريع. كثير من القواعد الفقهية تعبر لنا عن مقاصد شرعية،
مثلا لما نأتي إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، تعبر لنا عن مقصد الشارع في رفع الحرج عن المكلفين. لما نقول الضرر يزال، تعبر لنا عن مقصد الشارع في درء المفاسد. ومن هنا قال الإمام الشاطبي: التكاليف إما جلب مصلحة أو درء مفسدة، اللي هو الضرر يزال. فمن خلال القواعد الفقهية يمكن أن نتبين العديد من مقاصد التشريع الإسلامي. لما نقول الغرم بالغنم والخراج بالضمان، تعكس لنا قاعدة من قواعد التشريع اللي هو التوازن بين الحقوق والواجبات، وهكذا. إذن القواعد الفقهية من شأنها أن تعبر عن مقاصد التشريع. ثالثاً، الإسهام في التصدي للقضايا المعاصرة. يعني القواعد الفقهية يمكن أن تفيد كثيراً في العديد من المسائل المعاصرة، ولا أقول في جميع المسائل، لكن بعض هذه القواعد يمكن أن نستثمرها استثماراً جيداً ونستفيد منها في القضايا المعاصرة. مثلاً، هناك قضية من القضايا المعاصرة اللي هي حوادث السيارات في أيامنا، وهذه لم تكن موجودة عند فقهائنا السابقين، لأنه ما كانت المركبات في أيامهم كما هي المركبات في أيامنا. نعم، تحدثوا عن بعض الحوادث اللي ممكن ترتكبها الدواب، ولكن الدواب لها طبيعة خاصة تختلف عن السيارة. وقد بحث الفقهاء المعاصرون هذا الموضوع، أنه إذا واحد ارتكب ضرر في سيارته أو تسبب في ارتكاب ضرر، كيف يكون الضمان؟ وخرجوا حكم الضمان فيه بناء على القواعد التي ذكرها لنا فقهاء الأمة في الضمان. مثلا: المباشر ضامن وإن لم يكن متعمدا، اللي ذكرناها قبل قليل في بداية المحاضرة، أنه إذا واحد ارتكب ضرر وباشر هذا الضرر فإنه يعتبر ضامن، وبالتالي من كان يقود السيارة واصطدم بغيره فيعتبر ضامن حتى ولو كان غير قاصد لذلك. طيب، واحد تسبب في الضرر وآخر باشر هذا الضرر، والفرق بين التسبب والمباشرة ممكن أضرب لكم مثال على ذلك. واحد حفر حفرة وآخر ألقى شخصاً داخل هذه الحفرة، اللي حفر الحفرة تسبب واللي ألقى باشر. طيب، اجتمع عندي مباشر ومتسبب، قالوا إذا اجتمع المباشر مع المتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، إلى المباشر، لأنه أقوى اتصالاً بالضرر من المتسبب. المتسبب بينه وبين الضرر واسطة، أما المباشر فليس بينه وبين الضرر واسطة. بناء على هاي القواعد وغيرها، مثل قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، انتهوا إلى مجموعة من الأحكام التي تبين لنا حكم حوادث السير في أيامنا هذه. تفضل. أيوة، يلا، نعم إن شاء الله، تبين لنا حكم حوادث السير في أيامنا هذه، وبينوا ما يترتب عليها. ندرك الصلاة وتصلوا هنا جماعة، خلاص إذا سنصلي هنا جماعة إن شاء الله. نعم، نصلي هنا جماعة بعد ال... نعم. نعم، حتى لا نطيل على الإخوان، نكمل الآن، بقي بس 5 دقائق. ومن ذلك أيضا عمليات نقل الأعضاء وتشريح وغير ذلك. طيب، أنتهي الآن بمصادر تكوين القاعدة الفقهية. ونقصد بمصادر تكوين القاعدة الفقهية يعني ما هي الأدلة التي كونت لنا هذه القواعد. أنا قلت من قبل بأن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي، وبما أنها حكم شرعي فإن مصدرها ودليلها هو دليل جميع الأحكام الشرعية، وبالتالي فإن أدلة الأحكام الشرعية هي نفسها أدلة القواعد الفقهية، لأن هذه هي أدلة الأحكام، سواء أكانت هذه الأدلة أدلة نقلية أو عقلية، أصلية أو
التبعية. فعندما أتكلم عن أدلة القاعدة الفقهية ومصادر القاعدة الفقهية، أنا أتكلم عن أدلة التشريع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان وسد الذرائع وغير ذلك من والاستقراء وغير ذلك من المصادر الأخرى التي هي مصادر الأحكام، سواء والعرف سواء أكانت أحكاما كلية أم أحكاما جزئية. نأخذ مثالا على ذلك مثلا من خلال النص، كيف النص اللي هو القرآن أو السنة يمكن أن تفرز لنا العديد من القواعد الفقهية. النص قد يكون مصدرا للقاعدة الفقهية بلفظه، وقد يكون مصدرا للقاعدة الفقهية بمعناه، يعني بلفظه أي أن النص نفسه قاعدة فقهية. مثلا لما أجي وأقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهي يعتبرونها من القواعد الفقهية، هذه القاعدة هي في أصلها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا ابتاع غلاما، يعني اشترى غلاما عبدا واستعمله ثم وجد به عيبا فأراد أن يرده لصاحبه، فقال يا رسول الله استغل غلامي، يعني بعد ما استفاد منه وشغله وخدمه يريد أن يرجعه، فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. معنى الخراج بالضمان يعني ما تولد من هذا الغلام من منافع وفوائد يستحقها هذا المشتري، لأنه لو هلك هذا الغلام لهلك على المشتري ولم يهلك على البائع، ففي مقابل ضمانه للغلام استحق خراج هذا الغلام. هذا الحديث يشكل قاعدة، قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار، هي في أصلها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. قاعدة ليس لعرق ظالم حق، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. البينة على من ادعى، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا مجموعة نصوص كثيرة هي في نفس الوقت قواعد فقهية. هناك أثر آخر للنص في تكوين القاعدة الفقهية، ليس من خلال لفظه وإنما من خلال مدلوله ومعناه. مثال ذلك الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة فقهية، يعني إنه في هناك شيء عسر عليك أن تقوم به، فهذا الذي عسر عليك أن تقوم به لا يسقط عن ما يسر عليك أن تقوم به. مثال ذلك الصلاة، واحد غير قادر على الركوع وغير قادر على السجود ولا يستطيع أن يسجد ولا أن يركع إلا وهو جالس، ولكنه يستطيع أن يقرأ وأن يكبر وهو قائم، فلا يجوز أن يكبر وأن يقرأ وهو جالس. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمع، اللي عصر عليه هو اللي بيسقط عنه، لكن الذي لم يعصر عليه لا يسقط عنه. ومن هنا يخطئ بعض المصلين لما يجي يكون غير قادر على صلاة الفريضة قائما، لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، لكن يستطيع أن يكبر، فأول ما بيجي بيجلس وبيكبر، ومفروض أن يكبر قائما لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب هاي قاعدة من وين أخذناها؟ من قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله أول شيء تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. منها مثلا القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، فهذه القاعدة مفهومة من مجموعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين. لاحظ يطرح الشك ويبني على ما استيقن، اليقين لا يزول بالشك، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم
فإن كان صلى خمساً شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان. كذلك يقال في الإجماع والمصالح المرسلة والاستحسان، فكلها ذات أثر في توليد هذه القواعد الفقهية. مثلاً الاجتهاد لا ينقض بمثله، فهذه تستند إلى أصل الإجماع كما يقول الإمام السيوطي. القياس ما يقوم مقام الكلام فهو، لا، قياس على الكلام فهو كالكلام الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الغالب كالمحقق، الحياة المستعارة كالعدم، الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك، وهكذا. وكذلك يقال في الكثير من القواعد الفقهية الأخرى، مثلا الأصل براءة الذمة، هذه نستطيع أن ندرجها تحت قاعدة أو تحت أصل الاستصحاب، قاعدة ما يفضي إلى الحرام فهو حرام تحت أصل سد الذرائع. تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، لها شاهد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. الضرورات تبيح المحظورات من قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، سد الذرائع. تمام. فمن هنا نقول بأن مصادر الأحكام هي نفسها مصادر القواعد الفقهية. وأفضل من تكلم حول هذا الموضوع اللي هو مصادر تكوين القاعدة الفقهية الأستاذ الدكتور محمد الروكي في كتابه نظرية التقعيد الفقهي. هذه جملة الموضوعات التي وددت أن أتحدث عنها في هذا اليوم، وباستطاعتكم للزيادة والاستفادة أن ترجعوا إلى مصادر المحاضرة: القواعد الفقهية الدكتور يعقوب الباحسين، القواعد الفقهية الدكتور علي الندوي، المدخل الفقهي العام الشيخ مصطفى الزرقة، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء الدكتور محمد الروكي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية محمد صدق البورنو. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. حياكم الله. إذا في أي إبراهيم والدي تفضل. ايه تفضل تفضل. حياك الله. تفضل. بس ما يكون فيروس. ايوه. حياكم الله. يعني قصدك